ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعترفت أم مغربية أمس الجمعة بقتلها لابنها الشاب والذي عثر عليه يوم الأربعاء الماضي جثة هامدة بالقرب من منزل أسرته بلياج ببلجيكا، غارقا في بحر من الدماء نتيجة تلقيه للعديد من الطعنات. ووفق وسائل إعلام بلجيكية، فإن فاطمة والدة الشاب الضحية اعترفت للمحققين بمسؤوليتها عن طعن ابنها بلال أثناء شجار في المنزل، مشيرة إلى أن الأم تم توقيفها رفقة الأب مباشرة بعد العثور على الجثة. وأشارت عدة المصادر أن التحقيقات مفتوحة لتحديد ملابسات وظروف طعن الضحية الشاب البالغ من العمر قيد حياته 19 سنة، حيث ينتظر أن يتم الاستماع لأشقائه كذلك. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.